السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندوي لكم على الضرائب اللي متعلقه بالشركات البريطانيه اللي كنا صوبناهم باش نخدموا الايكوميرس وباش نخدموا الدروب شيبينغ اكسيترا. غنحاول نبارطاجي معكم اهم الضرائب اللي خاص ولا بد ديروا لهم الحساب، ونوريكم كيفاش تقدروا تبداو انكم تحسبوا الضرائب ديالكم، واين بلاتفورم اللي غادي تبداو تخلصوهم. وفي الاخير غادي نحاول نهضر او نجاوب على بعض الاسئله اللي كيكونوا شائعين، ونحاول نجاوب لكم عليهم. اوكي، تلاقوا مرة انترو. كيفاش انكم تكريو سوسيتي؟ هادشي ديجا دويت عليه في واحد لا فيديو، غنحط لكم اللينك ديالو في الديسكريبشن، وغادي نحط لكم اللينك ديال الويب سايت اللي كتكريو فيه سوسيتي. ودابا نحاولوا نهضروا على السوجي ديال اليوم. اوكي، اول حاجه غادي ندوي عليها هي الضريبه على الشركات اللي كتخلص في اخر كل سنه، وكتخلص على الربح الصافي ديال الشركه ديالك. اوكي، مثلا كان رقم المعاملات هو 100,000 دولار، والربح الصافي ديالك هو 20,000 دولار، يعني كتخلص فقط على ديك 20,000 دولار. النسبة اللي كتخلص عليها هي 19%، يعني 19% من صافي الربح ديال الشركة فديك السنة كتخلص في آخر السنة ديال الضريبة على الشركات. وبيان سور هنايا كتقدر أنك تزيد بعض المصاريف ولي شارج باش كتحاول انهم ما ياخذوش لك من الربح الصافي، بحال مثلا لي فاكتور ديال الواي فاي ديال الموبايل ديال البيرو، او لا الكرا ديال البيرو اللي انت فيه، البيرو ديال المصاريف ديال المحاسبه مثلا. اي حاجه صرفتيها بسميه ديال الشركه ديالك كتحافظ على الفاتوره ديالها، وفي الاخير كتعطيهم المحاسب ديالك باش كيزيد عليك المصاريف او كيزيد المصاريف في الشركه، باش هكا كيقدر يبقى لك واحد الربح صافي اللي هو مزيان. اوكي، ثاني ضريبه غادي ندوي عليها هي الضريبه على الدخل، يعني انت كمدير كتخلص الضريبه على الارباح ديالك من الشركه، واللي كتادى عن طريق الربح اللي ربحته هذيك الشركه في هذيك السنه. اوكي، الا كان الربح ديالك من الشركه في هذيك السنه تقريبا 12,500 باوند، هنا كتكون معفي من انك تخلص حتى شي ضريبه. الا كان الربح ديالك من الشركه فديك السنه ما بين 12,500 باوند حتى 50,000 باوند، كتخلص النسبه ديال 19%. ولا كان الربح ديالك ما بين 50,000 باوند حتى 150,000 باوند، كتخلص النسبه ديال 40% كامله كتمشي كضرائب. ولا كان الربح ديالك من الشركه فديك السنه اكثر من 150,000 باوند، هنا كتخلصهم 45% من الارباح ديالك في الشركه. اوكي، كاينه ضريبه ثالثه اللي سميتها الضريبه على الارباح، يعني هنايا مرة ما كتخلص جميع الضرائب اللي عليك كتكون واحد الضريبه خاصه بالارباح ديالك في الشركه. كيف ما قلت لكم مرة ما كيتخلصوا جميع الضرائب، واللي كتكون كالتالي: الا كان المبلغ ما بين 14,500 باوند حتى 50,000 باوند، كتخلص النسبه ديال 7.5%. واذا كان الربح ما بين 50,000 باوند حتى 150,000 باوند، مرة ما خلصتي جميع الضرائب كتخلص عليها 32.5%. واذا كان الربح ديالك مورا ما تخلصوا جميع الضرائب وهذاك الشيء اللي بقى لك اكثر من 150,000 باوند، كتخلص على هذيك الساعه النسبه ديال 38.1%. كيف ما عرفتوا دابا هاد ثلاثه ديال الضرائب اللي هما اساسيين، مازال ضرائب اخرين ديال التامين اكسيترا، ولكن حنا كيف ما زعما الطريقه ديال الخدمه ديالنا في الدروب شيبينغ غادي نحتاجوا للضرائب اللي قلت لكم. ولا بد باش كتخلص الضرائب كتكون مقيد في هذا السيت اللي كيبان دابا في ليكرون قدامكم. يكفي انكم تعمروا لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالكم، ومن بعد تعمروا لي زانفورماسيون ديال السوسيتي ديالكم. غتحتاجوا واحد الرقم ضريبي، هذا الرقم الضريبي غتلقاوه باللي صيفطوه لكم فيرست فورميشن في واحد الايميل، في واحد البي دي اف غتلقاو فيه واحد الرقم ضريبي، هذاك حتى هو غادي تحتاجو في هاد البلاتفورم. الوغ مرة ما كتقيدو فيها كيصيفطو لكم ايميل في البواط ايميل ديالكم باش كتكونفيرميو على الايميل،
ومن بعد كيبداو يعطيوكم تما جميع التفاصيل ديال الضرائب ديالكم وشحال ديال الضرائب كل شيء ليه. اوكي بالنسبه للناس غادي يكونوا كيسولوا على مثلا الا بغيت شي واحد هو اللي يتكلف ليا ويخلص ليا جميع الضرائب ديالي وقاد الامور ديال المحاسبه ديالي، كنصحكم الصراحه غير بالسيت ديال فيفر. كاينين بزاف ديال الناس اللي مختصين انهم يخلصوا الضرائب للناس، كتقدروا تهضروا معاهم، نخلي لكم السكرين دابا في الايكرون، كتقدروا تهضروا معاهم وتصيفطوا لهم لي ديتاي ديال السوسيتي ديالكم وهاداك الشيء اللي طلبوا منكم، ويطلبوا منكم انكم تصيفطوا لهم لي فاكتور كاملين ديال الشركه ديالكم. هادشي علاش كنقول اي حاجه خلصتوها بالسوسيتي ديالكم ولا بد تبقاو محافظين على الفاكتوره. اوكي كلكو سوا الادز او لا مثلا الخلاص ديال لي فورنيسور، خلصوا شي حاجه عن طريق بايبال، خلصوا شي مصاريف اخرين بالسميه ديال السوسيتي، ولا بد تبقاو محافظين على الفاكتور، حيت في الاخير المحاسب اللي غادي يحسب لكم الارباح ديالكم وكل شيء غادي يطلبهم منكم، خاصكم تصيفطوهم ليه باش هكا تقدروا تنقصوا من الفلوس اللي غادي يديو لكم يوكي. دابا غادي ندوز لبعض الاسئله الشائعه اللي كتوصلني بزاف انستغرام، اللي كيبقاو يسولوني بزاف على سوسيتي يو كي اللي ما درتش هادي ولا اللي ما درتش هادي شنو غادي يوقع. اختاريت واحد ثلاثه اللي كيبقاو يتعاودوا بزاف. سؤال: انا حليت شركه على قبل سترايب وما تقبلش وما بعت بها والو ومازال باغي نخدم بها، واش عادي نخليها ولا نسدها باش نتفادى الضرائب؟ اي واحد كريا سوسيتي ومخليها اكتيف من المفروض عليه انه يبدا يديكلاري على الارباح ديالو ولا شنو دار. اوكي واخا انك السوسيتي ديالك مثلا خليتيها اكتيف وما درتي بها والو ما خدمتيش بها ما والو، ولكن كتبان بلي مازال اكتيف، ان مضطر انك ديكلاري في اخر كل سنه انك مثلا راك ما بعتي والو في هذيك العام، باش هكا ما يقدر يتحسب عليك والو وما يقدر يطبق عليك حتى شي قوانين، رغم انك ما خدمتيش بها ولا مثلا ما قبلوكش مثلا سترايب ولا شي حاجه بحال هكا. كيف ما قلت لكم ولا بد خصكم ديكلاريو في اخر ديال كل سنه. اوكي وبالنسبه للناس مثلا غادي يقول انا بغيت نسد هذا العام ولكن ما بغيتش السميه تمشي ليا وبغيت عاوتاني نعاود نخدم بها العام الجاي، هنا كاين واحد الوضع اللي هو ترجع الوضع ديال السوسيتي ديالك خامله، يعني راه مازال كاينه غير ما كدير حتى شي اكتيفيتي، ومن بعد تقدر عاوتاني تاكتيفيها وتكمل بها الخدمه. غير رغم ذلك واخا كديرها في هذا الوضع كتكون مضطر انك ديكلاري باللي راك ما كدير حتى شي نشاط تجاري في السوسيتي ديالك باش هكا ما يحسبوا عليكم والو. اوكي كاين حل اخر اللي هو الاغلاق ديال الشركه. يمكن اي واحد يغلق الشركه ديالو يقدر مثلا يهضر مع سيبور مثلا ديال فيرس فورميشن ويقول لهم بلي راه غنسد السوسيتي ديالي، كاتو غير واحد البروسيدور تبعو وكتقام عليك تقريبا بشي 69 باوند باش كتقدر تسد السوسيتي ديالك وكتهنى من المشاكل. سؤال اخر: انا عندي حساب شخصي في بايونر، واش نديرو للشركه تخدم به؟ الا كان عندك حساب بايونر بيرسونيل غادي نقول لك انك تقدر تحل حساب اخر ديال البيزنس اللي متعلق بالسوسيتي ديالك. هادشي علاش ما تحاولوش تخلطوا الفلوس ديال بيرسونيل مع الفلوس ديال البيزنس، باش حتى وقع شي مشكل لا قدر الله وتحجزات الشركه انت تبقى في امان وما يوقع لك والو. اوكي ندوز لسؤال واحد اخر: واش هادوك الفلوس اللي ربحات الشركه هما فلوس ديالي حيت انا هو مول الشركه وانا اللي حليتها؟ رغم انك انت مول الشركه وانت اللي حليتها خاصك تعرف باللي الشركه ديالك هي واحد الكيان اللي بعيد عليك. اوكي يعني الفلوس ديالها كيبقاو فيها كيتعاودوا يخدموا فيها وكيتصرفوا فيها، والفلوس ديالك بيرسونيل يبقاو هما هما، يعني ما تخلطش فيهم وما عندكش الحق واخا انت كمدير انك تصرف بهذوك الفلوس ديال هذيك الشركه ومازال ما مخلصين فيهم لا ضرائب لا والو بكل حريه ديالك. اوكي هذا ما كان في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا فيه بزاف بزاف بزاف. اوكي نوعدكم في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون على كيس ستادي ديال واحد المنتج، ونحاول نبارطاجي معكم جميع التفاصيل كيف ما العاده. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، ما تنساوش سبسكرايب لايك الفيديو، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.